في إطار البرنامج المستطر لإحياء الستينيات الاستقلال، نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين الملحة حفلا تكريميا على شرف المتقاعدين الذين اشتغلوا بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية جبل مساعد. الحفل الذي حضرته السلطات المحلية لدائرة وبلدية جبل مساعد وكذا السلطات الأمنية ومختلف الفاعلين عرف حضور المتقاعدين وكذا العاملين بالعيادة. تطرق فيه الحضور إلى أهمية هذه المبادرات التي تعزز من روابط العرفان للذين افنوا حياتهم بهذه المؤسسة. قامت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لعين الملح بعملية تكريم الأسلاك الطبية وشبه طبية والإداريين والعمال المهنيين على مستوى العيادة المتعددة الخدمات في جبل مساعد، حيث تدخل مناسبة التكريم في مناسبة عيد الاستقلال. التكريم ضمن عرفان المجهودات المقدمة للطاقم الطبي وشبه الطبي المتقاعد. قمنا بهذا التكريم عرفانا للمتقاعدين الذين اشتغلوا بالعيادة المتعددة الخدمات لسنوات طويلة وقدموا مجهودات كبيرة في سلك الصحة. المتقاعدون ثمنوا هذا التكريم ودلالته الرمزية. نشكر من ساهم في هذا التكريم من قريب ومن بعيد، نشكر رئيس المصلحة ونشكر المدير المؤسسة وعمال المجمع الصحي بجبل مساعد. نشكر مجموعة الصحة على هذه المبادرة وربي يعطيهم صحة حياتهم، هذه اللي نقولها لخويا. انتقلت في هذه العيادة حوالي 31 سنة ونصف وربي يحفظ الجميع إن شاء الله. أشكر الإخوة المقيمين على هذا الحفل بهذه المناسبة العزيزة والقالية علينا، مناسبة 5 جيلية، وشكرا. أنا بدي أشكر كل الجماعة اللي قاموا بهذه المجهودات جبارة لتكريم جماعة اللي خرجوا متقاعدين، كما أشكر كل السلطات المحلية على تقديم هذه المبادرة. وضمن برنامج إحياء الذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب، تعتزم إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين الملح بتفقد الأسرة الثورية وكذا تنظيم قوافل طبية إلى مناطق الذلة.